فاشونوبيا مع ليلى أرسلان. دخلت الصيف، يعني شنط، يعني سليبرز، يعني جزم تنفع للبيتش او للخروجات بتاعه الصيف، تريحنا وتبقى بالوان حلوه او الالوان اللي هي اساسا تمشي مع الصيف السنه دي. هنبتدي بالشنط. الشنط فلوري او اللي هي بالورد اساسا ترند قوي السنه دي. احلى حاجه فيها ان هي ممكن تمشي انت رايحه الساحل او رايحه اي مصيف، او ان انت خارجه مع اي حد من اصحابك. واحلى حاجه ان انت ممكن تشيليها كده او ممكن تعمليها كروس، فهي سهله جدا والوانها تمشي مع اي حاجه انت لابساها، سواء غامقه او فاتحه، دريس، سكيرت او بنطلون. في نوع تاني من انواع الشنط تنفعنا قوي سبيشلي في مناسبات الصيف، الشنط ديت. لو انت رايحه كتب كتاب او خروجه او معزومه لعيد ميلاد، اي حاجه مع اصحابك او مع عيلتك، احلى حاجه فيها ان هي تمشي مع فستان مع بنطلون، سواء الصبح او بالليل. الوانها حلوه جدا ودي الوان الصيف، والذ حاجه ان انت تحس ان انت بنوته قوي وانت شايلاها. اكتر شنط مريحه لينا اللي هي بتبقى كروس، ان احنا نقدر ناخدها في اي حته معانا، تبقى سهله مش تقيله على ايدينا. زي الشنط ديت ممكن تمسكيها يد عادي وممكن تعمليها كروس. واحلى حاجه برضو ان هي الوان الصيف مريحه جدا للعين، واكتر حاجه فيها مريحه ان هي بتشيل كل حاجه جوه. وفي نوع قديم من الشنط كنا بنحبها قوي في الابيض واسود، ظهرت معانا قوي بقالها سنه تقريبا ورجعت تاني برضو في الصيف ده. الشنط ديت احلى حاجه فيها ان هي سهله جدا ان انت تشيليها، سواء ان انت لابسه فستان او جينز، راحه حاجه الصبح او راحه حاجه بالليل. واحلى حاجه كمان ان الالوان بتاعتها سواء الغامقه او الفاتحه بتمشي مع اي حاجه الصيف. الصيف يعني تلبسي حاجات مريحة لرجليكي. الصيف ان انت تختاري حاجة تبقى لايقة مع الالوان بتاعة الصيف، تبقى فاشن قوي. ديت معانا فاشن جدا، هي فلات بس احلى حاجة فيها ان هي من القش، تبقى مريحة قوي والوانها بتحسيها ان هي فعلا سامري جدا وترند قوي الصيف ده. جزم ديت اوريدي كانت طالعة من زمان جدا موضة، بس رجعت تاني قوي بقوة الصيف ده. احلى حاجة فيها الوانها جولد وسيلفر، اكتر لونين بيعملوا بومينج قوي وانت لابساه، وفي نفس الوقت بيبقوا مريحين حتى لو انت رايحه الشغل، حتى لو انت خارجه مع اصحابك او في مصر، تنفعك قوي. بنحب تبقى شباشب بتاعتنا شكلها شيك وفي نفس الوقت مريحه. ده رجع تاني برضو ترند للصيف ده، مريحه قوي. الالوان بتاعتها بتبقى اسود لو انت بتحب الالوان الغامقه، ممكن تبقى ابيض منها، وممكن تبقى الالوان بتاعه الصيف اللي هي الجولد والسيلفر. بنحب برضو نلبس شوية عادي ويدج، مش هنقول تالون طبعا. الويدج احلى حاجة فيه ان انت تقدري تمشي بيه وانت مرتاحة جدا، سواء ان انت على جينز على سكيرت على فستان، وصيفي قوي. والطالة بقى منها مودة ان هي يبقى فيه شراشيب من قدام، الالوان بتاعتها بتبقى درجات الكامل، سواء غامق او فاتح او ميديوم. برضو ديت ترند قوي الصيف ده، احلى حاجه فيها ان هي بتبقى بلين خالص، يعني لو لبستي حاجات فلوري من فوق
او حاجات مشجره او فيها كلام كتير او رسومات كتير تمشي معها قوي. الالوان بتاعتها برضو تحفه ومريحه جدا معاكي. الجزمه ديت كانت من سنين فاتت تقريبا من ايام التسعينات، كانت طالعه موضه قوي، رجعت تاني برضو تبقى موضه معانا الصيف ده. الوانها حلوه قوي، حتى ايفن الابيض منها بيمشي مع اي حاجه معاكي، وعاليه شويه للناس اللي هي تحب تلبس كعب بس يبقى مريح في الصيف. كده عرفنا ان احنا محتاجين ايه للصيف، من صندل، من جزم، من شنط. يا رب يبقى صيف عليكم جميل. كان معاكم ليلى ارسلان فاشينوبيا. NTOS.com. رئيس مجلس الإدارة محمود إسماعيل، الإشراف العام أحمد الهواري.